لم يغادر ترامب إلا بعد أن خلف تركة ثقيلة من الخلافات والتبعات الاقتصادية والأمنية، وهو ما يحتاج من الرئيس الجديد جو بايدن جهودا كبيرة لتغيير سياسات سلفه التي لاقت انتقادات واسعة. صحيفة لوبوان الفرنسية قالت إن جوانب من سياسة أمريكا تغيرت بشكل لا رجعة فيه، فبعض قرارات ترامب ستلغى بالسرعة التي اختفى بها من مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن إرثه سيصمد أمام ضربات الإدارة الجديدة لسنوات. الصحيفة أوضحت أن بايدن سيحاول ترك بصمته، وستكون الفصول الأولى على أجندته هي الأزمة الصحية والطوارئ المناخية والانتعاش الاقتصادي وسياسة الهجرة، إلا أن سبعة أمور ستبقى عصية على التغيير، وهي الديون وإبقاء وزارة العدل تحت تأثير المحافظين والجدار المناهض للمهاجرين والتنافس مع الصين وخدمة الكيان الصهيوني والقوة الناعمة المتآكلة والظاهرة الترامبية. وثمة خطوات أخرى قام بها ترامب لا يقدر بايدن إلا على الالتزام بها، كخدمة الكيان الصهيوني التي أنعشها ترامب كثيرا بنقله سفارة واشنطن إلى القدس، وملف استعادة قيادة العالم وتنشيط العلاقات مع الحلفاء بعد انعدام الثقة بينهم، والذي قد يستمر لما بعد بايدن. المراقبون قالوا إن ما فعله ترامب خلال فترة حكمه من مهاجمة خصومه وإذكاء الاستقطاب لن يذهب سدى، ومهما كانت رغبة بايدن الشديدة في المصالحة فإن الحرب الأهلية الأمريكية الجديدة لا تبدو على وشك الانتهاء. ملفات أخرى ستكون مطروحة أمام بايدن، وستعد اختبارا لمصداقيته لنهج سياساته الخارجية وتصريحاته التي وعد فيها بالدعوة إلى الحفاظ على حقوق الإنسان. ومنها ما أثارته الباحثة في منظمة Human Rights Watch بلقيس والي، التي طرحت تساؤلا بشأن ما سيقوم به الرئيس الأمريكي لمعالجة ما ارتكبه الجيش الأمريكي من مجازر بحق المدنيين في الموصل عام 2017 خلال مشاركة طيران الولايات المتحدة بالحرب على تنظيم داعش وقصفه مناطق مأهولة بالسكان أوقعت مئات الضحايا من المدنيين.